أنا اسمي أحمد من كفر أمبودة، أشتغل هون كومتي من أول ما نزحنا لهلق دي صار يضربنا. قتل أخوي صار يضربنا، ما خلانا نتعلم قتل أخوي وجدي قبالي نحن ايش فرقنا عن اطفال العالم؟ عم يتعلموا وما خلونا نعيش حياتنا ولا نتعلم على السوا، صار يضربنا بالطيارات الروسية والسورية. اتمنى ارجع دارنا وارجع مدرستي اشوف رفقاتي، وانا كل نهار عم اشتغل هون بين الشحم والزيت.